اهلا وسهلا، مرحبا بكم. السبت 15 جوان، عيدكم مبروك. سنين دائما كل عام وانتم حيين بالف خير. عيد اضحى مبارك على كل الامه الاسلاميه قاطبه. ان شاء الله يا رب ينعاد علينا باليمن والخير والبركه. نحب تحيه كبيره للفرقه الموسيقيه، فرقه مزيكا بقياده المايسترو خالد بن عيسى. ضيوفنا الليله برشا جاوا مع الفنان نور شيبه، الممثل المتميز خالد هويسه، البطل التونسي احمد حسن، والفنانه ايناس شكيمي. مشاهدة طيبة للجميع. يجينا بالجديد، برشا مفاجآت تستنى فيكم في حلقة الليلة. سعيد جدا باستقباله بحدنا الفنان نور شيبة. مرحبا. يعيشك هادي. تحية ليك وتحية للسادة المشاهدين. حاب أقول لهم قبل كل شيء بمناسبة عيد الأضحى المبارك، إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بخير، وإن شاء الله عيد مبارك على تونس وعلى الأمة الإسلامية قاطبة، وإن شاء الله نعدي وقيت حلو. نور، نحس كأنه فما تغير في شخصيتك. يعني مش تغير، ولكن عملت ميزاجور. ميزاجور، عملت روحي ميزاجور. كيفاش كنت وكيفاش وليت؟ لا، انا ما تبدلتش، طبيعتي هي نفسها. طبيعتي الحمد لله راضي بقناعاتي، راضي بالكاليتي اللي نعيش بهم، ولكن غيرت حاجات في حياتي. ربما وليت ناخذ حذر اكثر في مع معاملاتي مع الناس. ربما كنت نتصور الناس كل طيبين، والناس كل تمشي معاهم على نيتك وبنيتك، ولا الدنيا صعبت والحذر، وليت حذر اكثر. نفسيتك كيفاش؟ الحمد لله نفسيتي طيبه، معنويات عاليه، مرتفعه، محبه الناس وتشجيعهم وحبهم، خاصه بعد الحضور اللي كان معاك في البرنامج. ولكن الحمد لله احنا من الضعف نصنع القوه. يعني ربي يبتلينا باش اول حاجه يمتحن صبرنا ويمتحن صبرنا على البلاء والابتلاء. ولكن الحمد لله، يعني طبعا نستنى في الصيف باش نفرح الناس ونكون موجود. هذاك علاش لازم يكون معنوياتي مرتفعه، وهي مرتفعه جدا الحمد لله كدرجه الحراره نتاع اليوم. كل شيء له فرصه ثانيه الا الثقه. هذا كتبته، ما عادش تحب تثق في الناس؟ انا كنت تلقائي برشا بصراحه، كنت تلقائي ياسر اكثر من اللازم، وكنت نقول احنا في متناول الجميع. معناتها اي حد يقصدني في حاجه مقدور نعاون خدمه كذا. ولكن رتبت نقولوا احنا الارموار نتاع حياتي شويه، والحمد لله. يعني وخاصه انه الانسان كي يقرب لربي اكثر زاد مهم برشا. وحياتي عودتها من الصفر، معناتها ملي بديت من الصفر، معناتها ملي انا بديت اوعى على الحياه، قال اللبناني، وتذكرت شنو عملت باهي، شنو عملت اغلاط، شنو كذا، ظلمت حد روحي. فمهم برشا المراجعات، وليت نراجع روحي اكثر، وليت نتريث اكثر، خاصه في فترات كنت متسرع شوي. طالما ليس هناك مصالح فلن يسال عنك احد. انا ما يسال علي احد، نعطيك نهار تليفوني وتفضل، اما انا ما عادش نهز على الناس الكل. اول فرق، قبل كانوا يطلبوني الناس الكل نهز على الناس الكل، علاش قلت لك ما عادش كون في متناول الجميع. ولكن توا يطلبوني برشا ناس، اما ما نجاوبش الناس الكل. هاوكا اللي ما نجاوبوش ولا ما نرجعلوش يعرف روحه اللي هو معناتها تحمل غربة، فاتت الصلوحيه نتاعو كي كعبت لي غرت. وعلاش؟ الدنيا، المحن، انا عشت شويه اللي صار عليا، ماك تعرف تغربل الغربال، عملنا غربال كبير وغربلنا الناس، فما ناس طاحت وفما ناس بقات، واللي بقاو عليتهم فوق راسي. فما مشاهير وفنانين ما عادش تهز عليهم التليفون؟ طبعا، في كل حاجه طبعا فما، ولكن انا ما نجمش النافق، ما نجمش عبد ما قيتوش في محنتي، او ما كلمنيش، او ما وساش عائلتي، او ما في محنه، ما طالب شيء. اخي طالب حاجه، انا الحمد لله رب العالمين، ما طالب شيء، جوست انه الانسان يقوم بالواجب، المسانده، الدعم، الكلمه الطيبه، المواساه. كان تهبط معايا للشارع انت وتشوف محبه الناس، اما انا فما ناس تغير، فما ناس تغير، لانه مش فما ناس ما حبوش يستوعبوا انه كيفاش نور شيبه اللي صار عليه هذاك الكل رجع في الصفوف الاولى ويخدم والناس تحبه ومطلوب. فما ناس ما تحبش، راهو يا اخي صاحب صنعتك عدوك، راهو فهمتني، وعادي جدا. والاصحاب وقت الشده امرخان، الناس كل تقدى يا اخي.
اذا كان ما لقاكش تسال عليا باش التليفون وخاصه عائلتي انا ما حاش بشيء انا في وقتها في مش موجود يعني بابا يتعدى في ايميسيون بالتاثر هذاك انا واحد من الناس معناتها اي واحد تعدى بمحنه وقفت معاه فما ناس وقفت معاهم فما ناس اعطيهم وانت تعرف عاونتهم ماديا ومعنويا ومشيت لهم ديارهم وعاونت وما عنديش حتى ولكن معناتها الحمد لله انا نحمد ربي يا ربي ليك الحمد ونعم الشكر انك ابتليتني بابتلاء عظيم نعرف ولكن عرفتني على حقيقه الناس شكون يحبني شكون مصلحجي شكون فما ناس فما شكون يحبني حتى نرجع الغادره والله او رجع عنا او نهار كل يعمل في غنايه والله يرجع على سيدي شو كانوا رشيبة شو فهمتني وغنيات والدنيا وكذا العباد ما تحبكش فما ناس مش بديما كي نقول العباد فما فئة معينة يحبوك رهينة في تركينة تسخف وحالتك حليلة وفي ضعف ما يحبوكش قوي ما يحبوكش ناجح احنا في بلاد فما ناس ما يحبوش كون ينجح سامبلومون كتاب الحي يروح عمل بوليميك مفتعلة كينها يا نور لا والله قلت لك جيتك قلت لك انا لا افتعل النجاح النجاح لا يفتعل النجاح يصنع والنجاح نجم شنو فما برشا ناس عملوا برشا حاجات وعملوا ما راهو زايد راه تنجم تعديها عليه المواطن التونسي قال على الحي يروح المزوديه كتب بيتهم في معرض الكتاب خلي يقولوا واش يهم في اللي يشكر ولا انا فرحان بكتابي وبنجاحه وبالمداخيل اللي مشيت الحمد لله رب العالمين كيما وعدت وفرحان اللي كتابي عمل ضجة أكثر كتاب وفرحان اللي في الوطن العربي العباد يطلبوا في الكتاب قال كيفاش في وسط محمود درويش نجيب محفوظ يوسف زيدان أمين معلوف نور شيبة كلهم يحبوا الحي يروح زاد يحبوا الحي يروح يروح قدرة ربي سوى في الغربة أو في السجن ربي يخفف على الناس كل فسامحني إيش فخر ذيك مكتوب الحي يروح الساعة كل لا ذيك مش نور شيبة برك أخطاني أنا لاني كاتب لاني أديب هنقولها لك هذيك التجربة في الحياة نحب الناس تقراها باش تتعلم الدرس اللهجة التونسية في وصل الأسماء هذيك الكتاب كتبته بلاجتي اللي نتكلم بها فشرف كبير وعلاش لا هو كتاب استفزيتهم في موزايك كثير من الأدباء لما قلت ما مشيتش نعمل في حفل توقيع للكتاب باش ما نسرقش الضوء من الكتاب استفزيتهم على لهين بيا ولا يكتبوا ما هو لهين تكتبوا معناتها يستنوا فيها اش قلت وش ما قلتش فما كتاب أكنوا لهم كل الاحترام والتقدير وقامات هامة من الكتاب والأدباء التونسيين أشهر من الكتاب لا خلينا نقول لك حاجة نشكرهم على رفع معنوياتهم وعلى تشجيعهم وناس ديمقراطيين ما يقول لك اكتب عندك حق في الكتابة ولكن فما ناس ربما هكاك يحبوا يحيروا اسميهم بيانا يكتبوا في ديستاتيو يكتبوا كذا فهمت أنت تقول باش ما نسرقش الضوء من الكتاب ونعطيهم فرصة باش يظهروا ويبيعوا لا مش الكلهم كلهم باعوا وإن شاء الله هو مثلا جليدي العويني ما شاء الله كتابه كان موجود وناجح وكل شيء شو المليان ما يقربعش هذوما اللي يقربعوا كان الناس اللي يلوجوا على التفاهات وحكاية الفارغة أما لكني صحيح كنت باش نعمل حفل التوقيع وانت تعرفني كي نجي نعمل حاجة نعمل لها خوضة هذايا مجموعة غنائية اش معناتها كي نجي غادي باش نغني معناتها معايا مجموعه موسيقيه وباش نغني وديز انستغرامور وانستغرامز باش يجيو وفنانين وكل شيء هو بطبيعته الحدث الكل باش يولي ايفينمون كبير في معرض الكتاب اي واحد باش يتعدى باش يقف ويتفرج ويشري الكتاب ويسمع فانا ما حبيتش انا مانيش كان جيت انا عامل منه راس مال الكتاب بخلاف الراس مال المعنوي هو راس مال معنوي فقط كان جيت راني مشيت وراني لا صحيح الكتاب حاجه مشيت في حياتي نجح وامور مريقله عبرت على ما يخالج صدري وحكيت وجيعتي وحكيت تجربتي حاجه مشيت على روحها حتى ولا هي بمهرجاناتي ولا هي بعروساتي ولا هي بحفلاتي ولا هي بحياتي ولا هي بصحتي ولا هي بالفرقه الحلوه اللي باش نكونوا موجودين معاها بقدره ربي في مهرجان الصيفيه ولا هي بالانترفيو نتاعك معك نمر مرور الكرام على هذا السؤال فما كتاب اخر ولا ما فماش؟ فما كتاب حياتي يا عين ما شفتي زيه كتاب ناوي تكتب حاجة أخرى ولا ليه؟ نكتب شنو المشكلة؟ علاش ما نكتبش سامحني؟ علاه؟ عملت عمل وندم عليها؟ سألتك ديما نكتب أخي نكتب في غنياتي حتى تو نكتب أنا كاتب أغاني كتب إيه ما هو الأغاني نجم نحطهم في كتاب أنا عملت 100 أغنية خرجوا منهم 23 نجم نعمل كتب أخرين بعد النجاح هذايا هما لا معناتها لا أنا عملت تجربة أنا فنان أنا مغني أنا نغني مكاني على المسرح الكتاب هذاك التجربة حياتية استشفائية استشفائية خرجت فيها وجيعتي يا رسول الله ناس حبيتوا الكتاب وتشراه وحمدوا له أشهر كتاب في الساحة نقولوا احنا الثقافية كتاب الحي يروح
امراه خارجه من العريس يا وليدي قالت لي مبروك الكتاب، امراه كبيره عمرها 70 سنه، والله قالت لي باش نشري، باش نكلم ولد بنتي يشري لي الكتاب. مبالغه هذه نور. والله لا، هذاك الكتاب خاطر تكتب باللهجه التونسيه وعلى خاطر تحكي عليه برشا. قداش تبيع؟ مبالغه. تباع الحمد لله. قداش؟ لا تهمني الارقام. تهمني الارقام؟ لا انت تهمك الارقام خاطر تحسب وحدك وديما يفضل لك. خاطرك انت وعدت انه المداخيل باش تمشي للعمل الخيري الانساني. مشايه هادي. قداش من طبعه عندنا؟ طبعه ثالث. يوفى للطبعة نعاود طبعة أخرى، والطبعة الثانية أكثر من الطبعة الأولى، والطبعة الثالثة أكثر من الطبعة الثانية، الحمد لله رب العالمين، وما خذيت منه شيء أنا الكتاب راه، سوى أنه خرجت جيعة في كتاب تجربتي السجنية واللي عشته في الحياة على الأصحاب وعلى الغسرة وعلى الوجيعة وكل شيء. علاش اخترت بالذات برنامج يستحق الجعفر القاسمي واخترت دار أمي زهرة؟ أرزاق تساق من الله قبل كل شيء. كيفاش صارت؟ أنا تفرجت على الحصة وتأثرت أول مرة وقتها نتفرج على حصة جعفر، وتفرجت على أمي زهرة المرأة الكبيرة اللي فريمون تأثرت. أنا إنسان حساس برشا، أثرت فيا وقلت أنا سامحني نحب نمشي للمداخيل هذوما، نحب نشوفهم بعينيا ونمشي. هادي إجا نقول لك شكونوا بصراحة، فما معناتها جمعيات خيرية عندهم مصداقية يوصل لك الأمانة، وفما جمعيات ما نكذبش عليك ما وكي تحكي لجمعيه خيريه تقول لك اش بيك ما عطيتناش اللي نحنا، على خاطر انا وقت اللي جيت بحذاك وعدت قلت ما داخل الكتاب باش نمشي جمعيه خيريه، برشا جمعيات كلمونا بربي لشكون باش تعطي. وليت انا المراه الكبيره امي زهره، حسيتها امي، حسيتها مماتي، حسيتها وجعتني، معناتها كي تقول لك راني انا ما سامحوني في العباره حتى تواليت معناتها ما مش موجوده باش تمشي في الليل وتخرج وكل شيء، كيفاش تحبني انا عندي فرصه باش نعاون وما نعاونش؟ وحبيتها المراه هذيك، وخاصه انه زاد جعفر عندي صديقي وعندي فيه مصداقيه، البرنامج يستحق، عندي فيه ثقه. دونك البناء الكل تكفلت بها انت؟ اون برانسيب، ولكن فما ناس ساهموا بالموبل، فما ناس ساهموا بحاجات، شو مش مهم. شوف الدار كيفاش كانت وكيفاش وليت. الحمد لله الحمد لله. راهو هبطوا عليا من بعد، راني والله لاني مانيش ملياردير كما تتصور، ولا عندي برشا فلوس، راني والله اخوكم زوالي، والله نخدم. اما ان شاء الله نقول لك حاجه، الكتاب تو مازال باش يتباع ولا؟ مازال باش يتباع. مداخيله المستقبليه الكل زاد باش نمشي لاعمال خيريه، مش باش نوقفوا راه باذن الله. قد ما العباد تشري الكتب قد ما احنا نعملوا الخير. علاش تصور؟ علاش تصور في العمل الخيري؟ يقول لك انت لما تعمل الخير يدك اليسار ما تفيقش انه يدك اليمين قاعده تعاون. هذاك انما الاعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. انا هذاك حاجه بيني وبين رب العالمين الساعه ومش مهم. اول حاجه انا في برنامج تلفزي المراه ظهرت قبل، والله كان ما ظهرتش وكل شيء. نقول لك حاجه اخي، انا كي كنت باش نعطي الجمعيه الخيريه باش نمشي نتصور معاهم، ولكن يا هادي هنا يلزمك توري مصداقيتك، اعمل الخير ووريه، خلي غيرك يقتدي به. كان ما وريتش تو يجوني بعد عام يا وينهم الفلوس عاد اللي باش تتبرع بهم؟ ما قلت. وكي تقول لهم والله لا يصدقك حد، كي تقول لهم راني اعطيتهم وما صورتش، والله لا يصدقك حد. العمل الخيري انا نعمل فيه عندي مده، نمشي نغني بلاش في الجمعيات، وعملت قافله المشراوة عام 2011 ولا 2012، ونتبرع وقت اللي بلادي تستحق تقول لي فما للفلسطين والهلال الاحمر التونسي، هذا واجبي انا نعيش هكاكا. انا نحب العمل الانساني والعمل الخيري، اون بليس العباد فما برشا ناس والله يعطيك الصحه شجعتنا باش نعملوا الخير في بعضنا، فيها باس راه. نور فما ناس نباره راه، لا يعملوا الخير، لا يخليوش شكون يعمل. نقول لك من الاخر. نغنيوه؟ عليه هكا ليله عيد عليه. ميدلي حفالي ليلة العيد مع الفنان نور شبعة. نور شبعة فقرة مع أو ضد. مع أو ضد مهرجان قرطاج يتحول مهرجان تونسي للتونسيين فقط. هو مهرجان دولي، يعني يجب يكونوا فيه فنانين أجانب، فيجب تتبدل التسمية متاعه، يولي مهرجان قرطاج التونسي، ما عادش مهرجان دولي بصراحة. ولكن أنا مع حضور الفنان التونسي بنسبة محترمة في المهرجان. لما تسمع كاشي كاظم الساهر مليار ومئتين ألف كون قالك ما نتصورش. لو طبعا أصيب بالذهول في فترة عيشة بلادنا مستحقة للدوفيز. أما لكني هبش قولك حاجة، فما تجربة تعملت عام 2014 وقت اللي أنا نغني في مهرجان قرطاج، وقتها الفنانة القديرة سونيا مبارك هي مديرة المهرجان. فما تجربة نجحت برشا وكانت جميلة ورائعة، فنان أجنبي مع فنان تونسي في نفس السهرة، وهذا معمول به في المهرجانات العربية الكبرى. أنا غنيت في سيد سوق واقف، غنيت في الجزائر، معمول به في مصر، معمول به في لبنان. تجيب فنان أجنبي، تونس أي فنان عنده جمهور
من حقه باش يغني هذاك مهرجان، ولكن حط معاه فنان تونسي، والأولوية للفنانين التوانسة المجتهدين والناس اللي تعمل إنتاج. مهرجان قرطاج ماهوش ذكية، أنت ما عملت حتى غنية عندك قداش تحب تاخذ مهرجان قرطاج؟ يا بابا يلزمك تخدم وتنتج وتصرف وتتعب. سنين خمام في قرطاج ولا ليه؟ لا أنا قاعد نحضر في عرضي إن شاء الله مهرجان قرطاج، بديت فيه منذ مدة، فما ريشيرش، فما إنتاج جديد، فما فكرة، فما تصور. ما نجمش نعمل عرض نحضره إيكيب كبيرة تقنيات وكل شيء، إن شاء الله باش نقدمه العام الجاي معناتها لمهرجان قرطاج، إن شاء الله نكونوا موجودين كما كنت سابقا في مهرجان قرطاج في 2014 وحققنا نجاح كبير برشا والحمد لله مع الشاب مامي. مع أو ضد لايفات التيك توك؟ مع طبعا مواصلة مواقع التواصل الاجتماعي، بما أنه أنت عندك ناس ليزابوني يتبعوا فيك، ما فيها باش الإنسان باش يحكي مع جمهوره باش يسمع رأيهم باش يسلم عليهم، هذا من باب التواضع ومن باب المحبة للجمهور، وخاصة كي يكون فما طلب. ولكن ساعات ربما الحكاية ذي ولت عند بعض الناس تطيح قدر. خرجت على تيك توك ولا ليه؟ خرجت وندمت ناكل في سوابعي، على خاطر أنا دخلها فرنس عمايلك يا منال عمار قالت لي نخرج لايف ونسمع في الناس كل يقولوا كبس كبس كبس، خير حاصلوا صورونا اللايف هذاك وهبطوه، هاو نور شيبه ومنال عمار يطلبوا في الكادوات والدنيا، يا ولدي انا نطلبوا كادوات ولا نحب ورانا نتفادليك، عملتها مع صديقتي باش نفادلكوا في اطار تفادليك، اخذوها ومن حب عملوا قبه يا ولادي يهديكم ربي، كان حلينا لايف هاو الطيع في قدر، كان ما حليناش هاك متكبر ومكش متواضع، فهمونا يعني في البلاد هذه شنو نعملوا، يا اكحل يا ابيض. عندك علاقه مع الزوزان؟ عندك علاقه مع نجوم تاع تيك توك ولا ليه؟ اي عندي علاقه، ويبعثوا لي ويهبطوا لي غنياتي ويعطيهم الصحه دفعت فلوس النجوم تيك توك باش يهبطوا لك اغانيك؟ لا ولا ليه؟ لا لا مش مستحق، اسمي يكفي يعني. اما هذا بزنس؟ لا بزنس، ما نحبش النجاح المزيف. مش نجاح، هذا اسمه دعم. لا دعم نعمل سبونسوريزاسيون، كي يبدا موجود نعمل سبونسوريزاسيون باش نعمل اشهار، ما فاش قام انا نعطي. ما هو اذا كان غنيه عجبته، فما برشا ناس غنيه عجبتهم واصحابي يحبوني زاده من باب الدعم، الدعم باب الصحبه ومب كذا. مثلا ملاك الوسلات يعطيها الصحراء انستغراموز، عجبتها الغنيه قالت لي انا فرحانه اللي شفت تونس وشفت الصحراء والجمال هذايا، من واجبي ان واجبها ومن واجبها انها بارتاجيت الكليب والغنيه عجبتها، فمعناتها هذه حاجه ما فيهاش حسابات، مش كل شيء فيه حسابات. قداش دفعت لها؟ لا لا حتى لا حد شيء، ما ندفعش ما ندفعش الاشخاص باش يعملوا اشهار واعد، ما ندفعش جيست انا بتاتر نطلب نقولوا هاكا غنيه مثلا غنيه تونسيه نحب خاطر النوع عليكم، والله العظيم عملتها لتونس، عملتها لبلادي باش نوري مناطق جميله في تونس وباش نولي تراث تونسي. فما ناس وطنيين ويحبوا بلادهم ومفتخرين اللي هما كذا بارتاجاو وحكاو كذا، فما ناس يحسبوها فلوس يقول لك لازم تعطينا فلوس مثلا، انا اسمع عليهم راه او يقول لك كذا وطنيين. معناتها اللي ما يدعمش غنيتك ماهوش وطني. مانيش نقص من وطنية حتى حد، ولكن هي محبه مش وطنيه، هي محبه لتونس. ضحى العريبي اسم فارق على تيك توك، حاولتش تتواصل معاها؟ اي تواصلت معاها، قلت لها لا، قلت لها ضحى نعرفك انت من الجنوب وريتك مره تحب برشا الجنوب التونسي ومفتخره، هاوكا راني عملت فيديو كليب على الصحراء التونسيه وفيه الجنوب التونسي اعمل عليه طلع وكهو، على خاطر حبيت نقطع مع السائد انه الصحراء جبل ونخله، الصحراء راهي جمال وراهي ثقافه وراهي فن وراهي لبسه وراهي هنك اخر، حبيت انا نوري تونس بلادي، وخاصه حبيت نقول اللي انا نحب تونس زاد. مع او ضد الغناء للاحزاب؟ لا ضد، لا نفهم في السياسه ولا نحب نغني عليها ولا نحب ناخذ بلاصه في كرسي نبرك بها. برشا فنانين غنيو في حملات انتخابيه. انت وانت فنان باش تمشي تغني مش بلاش باش تخلص، تمشي تغني كما يعملوا برشا فنانين في العالم، يمشيوا يغنيوا ويخلصوا. مش معناتها انا كي مشيت نغني للحزب الفلاني راني انا معاه او مع برنامجه الانتخابي، انا مشيت نغني، ولكن هذه في تونس ما تتفهمش هذه، تمشي تغني للحزب معناتها انت مع الحزب هذاك، عاد مخزن مسكر ولا كريم شومه، وكف الله المؤمنين شر القتال، وهنا نغنيوا للشعب في العروسات والمهرجانات والتلفزيات. عندك علاقات مع سياسيين؟ اي عندي اصدقائي، اما كما قلت لك فما برشا ما كانوش في المستوى برشا معناتها. الرشق مع او ضد؟ لا 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 نحطهم الكل،
نحطهم الكل. لا حط زوز. على أسلة. حط زوز. زي. حط زوز. نحطهم الكل ونزيد ندخل معاه. الرزق زوز أنواع سيدي خويا. ثلاثة. قل لي الزوز تنكمل لك الثالث. ثلاثة أنواع. على الجمعة اللي فاتت. ثلاثة أنواع. لا فما. ثلاثة أنواع. أنا نعطيك الزوز. إحنا عندنا في الساحل الرزق على عروسة. يجيبوا حضرة سوسة مثلا يرشقوا عليها برشا فلوس يغموها بالفلوس حطوا السلسلة بالفلوس هذيك هذيك أنا مع خاطر هذيك تقاليدنا وهذيك عاداتنا نحكي الرشق للفنان لا شقام أنا جاي نغني الساعة أغلب اللي يرشقوا يكونوا ما مش مداركهم العقلية الساعة بيصير في كباريت حاشا الشر فهمت معناتها بكل ذر لي من غدوة تندم في بدايتك أكيد ترشق عليك في بدايتي أكيد وتحرشت برشا وتقلقت هذاك علاش ما عادش نغني في الكباريات اما انا كل واحد حر انا ضد روحي مش معناتها راني انا اللوم على العباد اللي يرشقوا عليهم ظروفهم والله اعلم وكل واحد عنده قناعاته انا ما نقبلش عبد يرشق عليا فلوس حتى لو كان ما نعرفش قداش ورده الغضبان تقول لك ارشق ما بعيد تحب البعد يقرب احد في البعد رشقي لك في البعد في القرب لا هي في البعد اي وانا لا في القرب لا في البعد انا نبه الساعه نبه ما نحبش الرشق اول حاجه اخرى تو الفلوس ما ينعم تربي ولا متى واحد يغني ويعفس في الفلوس بتاقيه نعم تربي تيح فيك هذه كرة تيح فيك أعملونا أو في مثلا في الخليج وكل شيء ولا حاجة يرميوا النوار يرميوا الأزهار يرميوا الفل التصويرة ما تقلقني برشا قلقني الهدايا تقبل ولا لا نقبل الرسول قبل الهدية نقبل الهدية أغلى هدية جاتك هدية جتني ساعة يدوية أغلى هدية موجود واحدة برك منها في العالم بغيت تثمن هدية من معجب ولا من معجبة؟ من معجبة واحد تحبني برشا وحتى عندي هدية أخرى زادة ذا عكاز مرصع بالذهب مرصع ما نغنيش بيه بياسير مش نخليه ورث نهار آخر مع أو ضد عرض حياتك على انستغرام مع أما بحذر مش كل شيء نوريه خاطر فما ناس ضد مثلا بحذر ما نوريوش كل شيء خاطر العين حق قبل كل شيء العين حق العين تؤدي الرجل إلى القبر والجمل إلى القدر وانت تعرف العين شو عاملت فيا وش عاملة فيك وش عاملة في برشا ناس ما تحبش تصور مكلتك سبورك ما إذا كان أنا باش نوري سامحني بربي شنو المنفعة اللي أنا باش نزيدها العبد نصور له في مكلتي مكلتي نصور له كده صحية صورت مكلتي أنا راه خاطر أنا ناكل في ماكلة صحية ونترينة وانت تعرف نصور نقول مثلا هاو كيفاش نجم تاكل ننصح انتك تاخذ نصيحة أو في الرياضة أو باش تمشي تاخذ ماركة باهية دواء ولا حاجة باش تنصح العباد ما فيها باس كي باش توري وباش توري ديزادريس باهين توعي أما باش تتفزعك وتوري عضلاتك هاو شوفوني فاش ناكل هاو شوفوني فاش نلبس وفما ناس ما عندها زادة قلبها يوجعها زادة سامحني عليها مش حرام مش حرام مع أو ضد الجهويات لا 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 هذه الكل ينزم الكل زيت زوز ماذا بيه نحطهم الكل أكثر حاجة نكرهها الجهويات ونكره اللي يخدم بها ونكره اللي يحط مع الناس أنا ما عنديش جهويات يا أخويا يا ولد بلادي في تونس والغربة غادي أرفع راسك ديما عالي أنت بالساحل أنا ساحلي كيفاش تقول أنا فرحان قول أنا فرحان أما أنت من المفروض تقول أني فرحان ماني فرحان زيت أنا نقول أنا وماني أنا خلطة من اللغات الكل وانت قبيلك نغني انا سمعتش اللي باش نغني نغني بالشمال الغربي ونغني بالجنوب لا نغني بكل اللهجات اما تكلم بلهجه بلادك لا نتكلم بالساحلي عندي برشا مصطلحات نقولهم تبقى هو هبش نقول لك علاش انا لصقت فيها هذيك هبش نقول لك علاش انا ماني ممثل من لول بكل قيت صعوبه كبيره باش لهجتي تتبدل من الساحل الى التونسي الحضري ولكن كلمه انا فقط ما ساعات نحكي برشا مثلا اكل عام نصور جيت انفيتي في شوف لي حل عاودوا السيكونس 10 مرات ولا 8 مرات على كلمة مزلت اللي احنا في الساحل نقولوا مزلت والسيدة بونا نور الدين شهادة وقتها ماتت بالضحك وانا باش نقول يلزمني نقول مازالت 5 دقيقة باش نستقبلوا عمي وانا نقول مازلنا وكذا حصيلوا انا وحاجة أخرى الساعة ريت في تونس توا نتكلم ساعات بالتونسي ونخلط الساحلي كي نمشي غادي نغماق سبحان الله والله العظيم يا هادي برا اجي احكي معايا في الساحل انت نقول لك شبيك واخذي وليلي والشيسمة لا اشتي معتفية وانا راني ريتكي واحد يقول شبيه هذايا يحكي هذاك انا نحكي وغنياتي انا نكتب ريتكي نكتب كي
كي نكتب اغاني هاو موجودين نكتبهم بلهجه الشمال الغربي، بلهجه الجنوب، بلهجه الساحل. في الغناء اكتب اللي تحب. لا لا زاد الغناء مثلا انا شنو الغناء نكتب اللي نحب، حتى الغناء زاد انا طريقه خطاب. كي تتكلم تتكلم كما انت تربيت. نتكلم كل شيء، تو نكلم حاجه عروسيه تو قدام كيفاش ولي نحكي وحدي راهو سبحان الله. والله سبحان الله الناس اللي يعيشوا معايا يعرفوا نمشي غادي نولي هاي وينك هاي لاباس يا حوالك هاي هاي مسيك خويا لاباس هاي صباح الخير هاي مع او ضد ملاليه كاو مع او ضد التدخلات التجميليه للرجال لا لا مع علاش به الله وش عامل انت حتى الله تو الله جميل ويحب الجمال ش عامل وشنو يتعمل والله انا ما نستحقش عمليه تجميل زرق شويه فيتامينات على شويه تجميليات على بار اكزومبل انا ديما نحب نحي السيكاتريس هذيا اللي وانا صغير طحت مثلا ديما كان جيت نعمل انا عملت هذيك الكل بوتوكس كل واحد حر في وجهه انا مانيش عامل ها تفضل خويا عامل حاجه ومزرقه هنا فيلر انا مزرق لا فيلر ولا شيء ومنحي هذوما لا لا انت طبيب تجميل ولا منشط لا ظاهر من نخزر نعرف شنو هي شنو نعمل لما لكني نعمل علاش لا شنو المشكله تزرع شعر نزرع شعر مثلا القدره ترى بعد الصيف عندي شويه فراغات قلت في شعري شنو ايش المشكل شنو الاحراج في هذا الحمد لله رب العالمين انا فنان اعتني بوسامتي مع او ضد اعتزال الفنانين في سن معين يقول لك انا راهو ما نحبش روحي في ارذل العمر نكون قدام الجمهور انا احترم جدا كل الاحترام وكل التقدير للسيده فيروز امراه صان تقدرها مهمتهاش الإغراءات المالية الكبرى قعدت في دويرتها رئيس دولة تنقل لها باش تشريها أنت الدنيا رئيس فرنسا وشفنا بعض الفنانين زادة خيبات في العمر هذاك فنان راهو تصويرة صحيح صوت أما الفنان تصويرة منرفض أنا واحد من الناس إذا كانت تخوني صحتي عشان نغني نقعد في دويرتي مهما كانت الأسباب صحتك الصوت زوز او الجمال كل شيء الشكل والصوت وكل شيء ما نحبش يقول يا مسكين عليه هكاك فنان انت لازم تكون قوي وتكون عندك وتكون تعبي المسرح وتكون راهي الفلوس ساعات تسل العبد صوتك لبس عليه اما مظهرك خايب لا كيف كيف مربوطين ببعضهم الصوت والمظهر به مربوطين ببعضهم جاتك لحظات خممت فيها في الاعتزال كل يوم اخمم في الاعتزال كل يوم علي شفته وعلي جرالي كل يوم ولكن ما نجمش نعتزل انا تخلقت باش نكون فنان وزيد عندي برشا احلام ما حققتهمش وبرشا طموحات في مهنتي وزيد عندي مربوط بعائلات نخدم عليهم وزيد عندي ناس معايا يخدموا معايا وزيد عندي جمهور يحبني هذه الكل ما تخلينيش نعتزل ولكن انا ما نتصورش روحي نغني وانا هذاك علاش عملت عكاز على بكري نور نو عليك. نو عليكم اغنيه مميزه ديكور مختلف الريتم مختلف على نور شيبة أغنية مختلفة باش نقدموها على المسرح بطريقة مزينة على الأخر نفس الكليب نحب نشكر برشا محمد الرزقي رزقوس هو قائد الفرقة بتاعنا اليوم اللي وزع الأغنية وهو اللي اقترح علي العمل راهو سمعت الأغنية قلت له نحب نغنيها فغنيتها ومشينا صورناها في الجنوب وديما حبيت نعمل أغنية من الجنوب خاطر صديقي معناتها بالقسم وقلنا ديما يقول لي نور اعمل حاجه في الجنوب وان شاء الله كنت عند حسن ظن اهالي الجنوب باش وريت تصويره الجنوب والغنايه هي من التراث التونسي نو عليكم نو عليكم نور شيبة فاصل ونعود عيد وفرحه ولما تونسيه ما تحلى كان بالجديد والجديد يجينا من عند ريلمي تليفون هدايا تليفون ريلمي نوت 50 نجم يكون من نصيبك تبعنا لاخر الفقره نرحبوا بالخبير عماد تشيش اهلا وسهلا مرحبا بك عاصم هادي ريلمي علامه تجاريه مميزه علامه نتاع الهواتف المحموله هذه قاعده تعمل في خطوات جباره في عالم الهواتف المحموله وخاصه اعطتنا تليفونات اداء نتاعهم قوي وتصاميم انيقه جدا 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 واليوم نحتفلوا بالنوت 50 ريلمي اللي موجود اليوم في الاسواق التونسيه مرحبا بك عيشك التليفون هذا شو يعني لك بصفه خاصه التليفون هذا هو اللي يكسر القاعده نتاع الحكر نتاع الكاليتي العاليه في التليفون الغالي يعني تليفون كاسح بسوم حنين به كيف نقولوا تليفون كاسح يلزمنا ناكدوا انه فيه كل الخاصيات قبل كل شيء الموجوده في التليفونات الاخرين كاميرا وتمتعوا القوه بتاع التليفون هذايا خاصه انه ممتاز جدا في الصلابه نتاعو ونستدعاك باش نعملوا تجارب هذا مع التليفون هذايا باش تعرفوا القوه والصلابه نتاع التليفون اللي عندنا
احنا عندنا دبابه مش تليفون، وهذا بتشوفوه قدام عينيكم لاول مره باش يصيروا في تلفزه تونسيه، وكنت تلقاو اقوى من هذايا اجوا يحكيوا معنا. دونك نمشيو نجربوا النوت 50 بتاعنا. دونك باش نعملوا مجموعه من التجارب على التليفون بتاعنا. الوغ سي عماد، نذكروا التجارب اللي نعملوا فيهم توا ما تعملوهمش في دياركم بالنسبه للتليفونات، احنا نعملوا فيهم على سبيل التجربه باش تفهموا مليح صلابه وقوه التليفونات اللي عندنا. دونك التليفون نتاعنا باش نعديه على مجموعه من الاختبارات. الاختبار الاولاني هو كيفاش يحمل تخبيش، معناها كي تحطه في مكتبك السمارت فون نتاعك ما يتخبش بسهوله كسوا بالمفتاح ولا حتى بالفلوس، هذا يظهر نتاع التليفون يقعدش تخاس. لهنا نعمل فوالا، وتلاحظوا انه التليفون نتاعي ما يخلي حتى تراس او بالفلوس، ساعات التليفون يتخبش برشا. دونك لهنا الظهر نتاعو، الظهر نتاعو من الاول تلقاه لا كولور تكون مات، والفوق تكون ليجيرمون ميغواتي، وهذا اللي يخلينا هذه نجمو نعملو سيلفي بالاباري فوتو التيلانايا. الامتحان الثاني هو نشوفو الصليبه نتاع الشاشه، الصليبه نتاع ليكرون نتاعنا. عقدة التوانسة الشاشة، يعني ونعرف الناس الكل اللي تتكسر له الشاشة نتاعو يهز التليفون يطيشو وكهو. هذا هو، احنا اليوم باش نجربو، جرب أنت مرة وأنا مرة. فوالا. شنو كسر نوا جاي عيد توا دونك فما في انا قلبي ما يعطينيش قلبي ما يعطينيش تعملش عليا. واحد اثنين ثلاثه فوالا. تحكي بجدك؟ اي لاني نجم نشوف الليكرون كيفاش لبس عليه ما فيه حتى خبش. فوالا كيما قاعدين هنا. باهي باش نكسر انا؟ اضرب القوية. نضرب القوية؟ اي اي واحد اثنين ثلاثه بقوية. فوالا يمسح الكرم تاعك تلقى فيه حتى تراس. فعلا فعلا حتى تراس. ها انا يعني نمشي حتى الكاميرا بتشوفوا، معناتها فماش حتى تخبيشه صغيره. فماش حتى تخبيشه صغيره، شيء ما فما. التليفون نتاعنا لبس عليه، لبس عليه به. هدي بيسكو التليفون نتاعنا فيه شويه قشر نتاع نوار، نجمو اذا كان بالماء نعرف الناس كلها نخرج من الدوش، ماذا بيك تمس تليفونك ويدك مبلوله، يدي مبلوله. وفي البحر تو احنا داخلين على البحر والبيسين ونحبوا نصوروا سيلفيات. ما مالح ماذا بينا لا، دونك هذا ما حلو، دونك نجم نعملوا له هكا تليفون ما يصير حتى شيء، إلي سيرتيفي اي بي 54 ضد الغبره وضد الماء. اختبار البسكليت. حطوا لهنا؟ اي. باهي. هاو حطوا لهنا. هكا؟ اي. اوكي. فوالا. هذه البسكليت. فوالا. اي. تليفون لبس عليه باش نشوفو. هذا التليفون نتاعنا، ليكرون نتاعو لبس عليه، أموره واضحة. فوالا سي عماد، التليفون نتاعنا يتميز فقط بالصلابة وإلا فما مميزات أخرى؟ أكيد فما مميزات أخرى، دايوغ غيان كو تخرجو من الباكو تلقاه بروتيجي بالتويل، شارجور موجود في الباكو، يعني من نهار الأول تستعمل تليفونك من نهار اللي تخرج. أهم من هذا الكل في الجام دو برودوي هذي، أغلب السمارت فون يعطيك وجه السوق من الأول، يمشي سلس ومرتاح في الاستعمال، قد ما تصب ليزابليكاسيون يرزق. وهذا ريلمي اليوم تعتقل لنا عندكم بروتيكسيون 48 شهر، يعني 4 سنين كاملين، تليفون ما يتبلانتيش وما يرزونش على خاطر تقعد تتبع فيه باللي ميزاجور. هي برشا ريلمي عودتنا على انها تقدم لنا معادله ممتازه جدا، القيمه مقابل السعر. وتسعى خاصه للابتكار التقني. دونك السوم نتاع التليفون هذايا قداش؟ على قد ما تليفون كاسح على قد ما السوم حنين وباهي. السوم تاعو باش يكون ابارتيغ دو 329 دينار، دونك اكزيست اون دو فيرسيون. هي البرشا التليفون هذايا ينجم يكون من نصيبكم لو جعلي في الاسواق التونسيه، وهو مكسب، مكسب خاصه للناس الكل، الاعمار الكل، معناتها انسان كبير في العمر، صغير، تحب تودوا بهديه، تحب الوالدين نتاعك تفرحهم، تحب عبد نجح لك في الباك والا في السيزيام والا في الاعدادي، علاش لا؟ التليفون هذا ما يكونش احلى هديه بالنسبه للصيف هذايا. التليفون هذايا سي عماد ينجم يكون من نصيب الناس اللي تتفرج فينا تو، ساهل برشا، ادخل تو على باج فيسبوك ريلمي وتنجم تلقى بوبليكاسيون، في البوبليكاسيون هذيك تعمل كومنتير وتحط جيم، والتليفون هذا ينجم يكون من نصيبك. حظ سعيد وعيدكم مبروك، كل عام وانتم حيين بألف خير.